كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان من بينهم أحدهم ومعه ولد صغير، وقد ظهر عليه شغفه به وتعلقه به، فسأله النبي عن الولد فقال الولد فسماه. ثم انقضى هذا الرجل فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما. قال النبي: ما بال فلان؟ قالوا: يا رسول الله، إن فلانا قد فلقد فلده الذي رأيت، قد فقد ولده الذي رأيته، وإنه مفجوع عليه، موجع به. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه يوما. قال: ما لك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، إني قد فقدت ولدي الذي رأيت، فقد ولده الذي كان يغليه ويحبه ويقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أتحب أنه لك في الدنيا يكبر فتراه، أم تحب أن تراه على باب من أبواب الجنة لا يدخلها حتى يأخذ